يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معكم حلقه جديده السادسه، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. بعد الحقيقه عرض اكتر من رائع وكره اكتر من ممتعه قدمها النادي الاهلي في مواجهه امبارح امام المقصه، قبل ما نروح لدوري ابطال افريقيا مره ثانيه ونواجه سان داونز، ماتش امبارح قال كلام كتير جدا، قال انه الاهلي في غياب فريق كامل قادر يقدم كوره ممتعه، كوره هجوميه، كوره بتاكد على انه النادي الاهلي قادر حتى في ظل صعوبات كتيره جدا واجهناها على مدار موسمين فاتوا انه ان شاء الله نحقق كل الالقاب وكل البطولات اللي احنا داخلينها. امبارح كمان الحقيقه في مكاسب كتيره جدا من المباراه تطمنك مش بس على سان داونز، على المشوار كله في دوري ابطال افريقيا. ميكي سوني واحد من مكاسب ماتش امبارح، الحقيقه امبارح قدم بقى ولا اعتماده، يعني خلاص بقى مش هنقول حاجه ثانيه. الراجل امبارح لعب مباراه كبيره جدا وقال انه قماشه وخامه جيده جدا وباذن الله يكون الجاي بالنسبه ليه. انا راهنت عليه من الاول لانه شايف انه لعيب كوره كويس، يمكن ما كانش دخل في او وصل للتوب فورم بتاعه، يمكن كان مستوى انسجامه مع الفريق مش في احسن يعني اشكاله، ولكن الحقيقه امبارح ميكي سوني بيقول انا لعيب كوره كويس وممكن جدا تراهن عليا واللي جاي بالنسبه له افضل. كريم فؤاد ما اقدرش اقول انه الحقيقه، انا عارف انه كريم واحد من اللعيبه اللي انا كنت متحمس ليها جدا وكان نفسي جدا الاهلي ينجح في اتمام الصفقه دي وكنت منتظرها بفارغ الصبر وقد كان، لكن كنت مستني مردود من كريم احسن من كده.